الجزار نقول كمان عندنا أطعم لحمة بلدي فلاحي مخصوص من مزارعنا، يعني متغذيين مخصوص. أبو عبد الله الجزار كل القطعيات وكل الحلويات، ده غير العروض وكمان الخصومات. اللحمة مخصوصة لزبايننا الغاليين، والأوردر لكل مكان تلاقينا موصلين. فرع الشيخ زايد الحي 13 أمام مسجد المجمع الإسلامي، تليفون 011-46-88-26-75، وفرع أكتوبر الحي الأول خلف سنتر الأمل عمارة أجيال، تليفون 012-77-80-45-53. أبو عبد الله الجزار، أطعم لحمة وأحسن اختيار. مساء الخير عليكم، مساء الجمال، مساء التفاؤل، لبكرة أجمل إن شاء الله. حلقتنا النهاردة مختلفة تماما، كل مرة بتشوفونا في المطبخ ضيفنا النهاردة اللي كل مرة بنشوفه في المطبخ هنشوفه النهاردة بشكل جديد ومختلف خالص. هنحكي معاه على مدار 25 سنة من الكفاح وشغل وكمان مهنة صعبة جدا بس في نفس الوقت طيب جدا. معانا النهارده ابو عبد الله الجزار، منورنا وكمان منورانا جنات. اهلا بيك. مساء الفل، نورنا ابو عبد الله. ده نورك يا ست الكل. طبعا النهارده بقى اليوم مختلف تماما عن المطبخ، النهارده بقى هنحكي ونحكي مع بعض. ايه رايك؟ نحكي مش كفايه؟ لا مش كفايه مطبخ؟ مش كفايه على جمهورنا. مش كفايه مطبخ؟ لا 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 مش كفايه، ان شاء الله يعني الحلقات الجايه برضه نعملهم مطبخ، بس النهارده يعني انت حضرتك اخترت ان احنا نتكلم عن حبينا نعرف المشاهدين مين هو ابو عبد الله الجزار، ابو قلب طيب. الله يخليك. ربنا يخليك ويخلي لك الجميله ويخلي لك عبد الله. الله يخليك. وكمان مين تاني؟ عبد الرحمن؟ عبد الرحمن وعلي. ما شاء الله، الله اكبر. وجنات. خلينا يا ابو عبد الله في البدايه كده نعرف المشاهدين مين هو ابو عبد الله وايه قصه الكفاح ال 25 سنه. احنا طبعا مش هنكبرك الله اكبر يعني، بس اكيد انت بدات صغير. والله هقول لحضرتك على حاجه، طبعا الاول انا بمثل طبعا على جمهور بنات حواء وكل متابعين قناه الصح والجمال، ويا رب يكون حتى النهارده يعني كده كلامنا خفيف عليهم، يعني احنا ما عرفناش نقدم لهم حاجه النهارده يستفيدوا بيها، بس يعني دايما كلامنا خفيف عليهم. فالنهارده يعني يستحملونا شويه. طبعا يعني انا زي اي حد عادي يعني بسيط، يعني برضو من الاصل بني سويف، يعني اصلا ده البلد بتاعتي. دخلت الدراسه، خلصت الدراسه بتاعتي، انا معايا مؤهل متوسط يعني برضو. وبعدين بقى جيت هنا بقى القاهره، يعني طبعا مهنه الاب برضو اللي يعني كان في الاساس هي مش جزاره، جزاره او حاجات بلدي يعني. جزاره بلدي اللي هو يذبح وخلاص او كده، لكن هو كانت المهنه الاساسيه كان هو بيطلع نخل، بيقطع يعني نخل وبتاع. وانا يعني مش ابا عن جد يعني. لا لا الجزاره لا دي مش ابا عن لا جد، لا مش ابا عن جدا، بس هي يعني الحمد لله يعني الواحد برضه بفضل ربنا ان هو يعني حب المهنه فدها بزياده قوي يعني عشان الحب يعني. اشمعنى الجزاره؟ الجزاره دي صعبه قوي يعني، عايزه حد كده. ما هقول لك انا بقى قصه الجزاره برضه معايا. ايوه احكي لنا كده يعني قصه الجزاره دي جت معاك ازاي؟ في الدراسه يعني كنت الاب كان يعني كان كبير في السن شويه، وانا كنت اصغر اخواتي، فكنت متدلع شويه، فكنت دايما شايف نفسي كده يعني زي اي شاب كده يعني. فدايما كنت بتفرج على مثلا على الجزاره، بشوف اي جزار كده بشوفه مثلا بحس ان هو في شويه من الرجوله مثلا، من الخشونه شويه، فكانت الناس تخاف منهم. فحبيت ان انا حبيت المهنه دي كده. المهنه صعبه قوي. هي صعبه. اي حد يعرف ان انت جزار يعني يبعد ويجري. بالعكس بسرعة. بس بالعكس. مع ان قلبكم طيب. والله لما دخلنا في المهنه وكده لقينا الجزارين يعني طيبين قوي يعني. وبعدين بقى. وبعدين بقى جيت هنا القاهره بقى طبعا. بدات في سن كام؟ يعني بدات في العشرينات يعني 21 سنه، بعد ما خلصت الدراسه على طول يعني. خلصت الدراسه وانا كنت بشتغل، بس بشتغل في محلات بلدي الاول، وبعدين بقى اتعلمت الافرنج بقى. صبي بقى كنت؟ صبي يعني. بس الحمد لله كان كنت صبي شاطر يعني، ف في شويه من الوعي. لو انت ما كنتش صبي شاطر ما كنتش دلوقتي بقيت ابو عبد الله يعني، ما شاء الله الله اكبر. من فضل يعني ربنا، من فضل ربنا. فطبعا اشتغلت في محلات كبيره قوي يعني، فخطبت
اجانب كتير هنا في السفاره. كنت شغال في المعادي طبعا، شارع 9 في المعادي، وبعدين مسكت محلات بقى زي شراف مثلا، زي محلات زي سنسبري كانت موجوده في التسعينات برضه، كنت انا المشرف العام بتاع محلات سنسبيري. قصه كفاح جامده. وبعدين بقى اشتغلت تاني في محلات تاني برضه سانشاين في المهندسين، وبعدين بقى خلاص قلت بقى يعني اكتسبت خبرات كتير قوي برضه. نسيت كنت انا برضه ماسك محلات الاي بي سي بتاع استاذنا الاستاذ طارق نور برضه، كان في الزمالك. فمن مخالطتنا لل يعني جمهور او منطقه الزمالك برضه فيها من نوع من الرقي، وفيها اجانب كتير وفيها مصريين طبعا كلهم بيحبوا الجزاره الافرنجي. يعني غير الجزاره البلد بيحبوا الجزاره الافرنجي يعني بمسمياتها، كل قطعيه بمسمياتها. مثلا يعني انت عشان مثلا ابتدات في جزاره افرنجي فانت نشات الجزاره الافرنجي دي دلوقتي. من فضل ربنا يعني هي اختلفت من زمان ودلوقتي. طبعا طبعا يعني احنا كنا بنشوف الجزار زمان كده يقطع اللحمه ويحط في ورقه لا ما دلوقتي الموضوع كان صعب، ده جزاره بلدي عادي. لكن دلوقتي الجزاره يعني دلوقتي لغايه دلوقتي الجزاره الافرنجي في موجوده، بس دلوقتي الجزار الافرنجي ما بقاش جزار النهارده، الجزار دكتور. الجزار النهارده اللي هو الجزار الافرنجي. أيوه. الصح اللي هو اللي هو بيشرح، صح، بيشرح كل قطعه في العجل دي فين ودي فين ودي سواها ازاي ودي فين في المنطقه، بيشرح جسم حيوانه. فالجزار يعني الجزار الافرنجي متعلم طبعا. لان هي مش مهنه يعني معايا لغات يعني من فضل الله يعني مخالطتي برضه لل مع الاجانب وكده، ففي لغه بس في نطاق العمل يعني. فجينا بقى اشتغلت بقى خلاص، خلصت المحلات الكبيره دي بقى طبعا خلاص، اكتسبت خبرات، فقلت بقى احاول انا اقدم حاجه يعني للناس، انا اقدمها بقى بطريقتي انا بقى يعني. فطبعا فتحت كنت الاول انا جيت من القاهره وقعدت في بولاق يعني، وفتحت محلات هناك شويه، وبعدين الدنيا بقى اخترنا مدينة جميلة يعني احنا حبيناها، هي مدينة الشيخ زايد يعني. بصراحة يا الشيخ زايد مدينة راقية وما شاء الله فيها مستويات كويسة. انت برضو غامرت ان انت تروح في مكان زي ده ان انت تفتح فيه؟ والله هقول لحضرتك على حاجة، هو برضو وتتشهر بالطريقة الفظيعة دي ما شاء الله يعني. ربنا اولا يعني مدينة الشيخ زايد طبعا هي مدينة جميلة طبعا، فيها من ارقى ناس مستويات في البلد كلهم قاعدين في مدينه الشيخ زايد. ومدينه الشيخ زايد برضو واكتوبر عامه، بس يعني بالاخص مدينه الشيخ زايد اللي انا يعني موجود فيها حاليا، مدينه فيها ممثلي مصر كلهم في الفنانين يعني. لا بس قررت ان انت تعمل اسم في المكان من فضل الله برضو. عشان عندي الخبره. وطبعا انا جيت انا اصلا حبيت مدينه الشيخ زايد يعني. فعشان حبيت مدينه الشيخ زايد فانا يعني عايز اقدم لهم حاجه يعني، حتى انا ببدا يعني بحاجات معينه كده حتى في الاسعار وفي الحاجات دي كده عشان يجوا يجربوا ويشوفوا. وبعدين ان شاء الله يعني. انت بصراحه ابو عبد الله اسعارك غريبه يعني، يعني كل الناس بتتكلم عن ابو عبد الله، اسعارك مختلفه خالص عن باقي التجار يعني. كل فتره بنلاقي بتقل في الاسعار. والله بصي احنا ممكن نكون اتكلمنا عليها كذا مره، بس يعني احنا النهارده بنتكلم على ابو عبد الله بقى، هقول لحضرتك على حاجه، وقلب ابو عبد الله الطيب اللي هو بيخلي الناس تحبه كده لله لله. انا في مدينه الشيخ زايد حوالي 12 سنه. فانا يعني انا خدت من المدينه يعني. في ايام زي الموجوده فيها دي كده الناس كلها فاكره الشيخ زايد، وفاكره كده الناس دي برضو عندها ضغوط وعندها ظروف معينه، وطريقه المعيشه هناك غاليه. فاي تاجر بيجي مثلا في المدينه بيبقى حاول ان هو بيخاطب فئه من المجتمع ده، فبيرفع عليهم السعر. فاللي انا بعمله يعني من فضل ربنا عشان حبا في المدينه برضو، ان انا بحاول ان انا انزل السعر حتى عشان التجار التانيه تحصل منافسه. وبعدين برضو احنا كسبنا من المدينه كتير. فلما نيجي في ظروف يعني مرت بيها البلد دي ان شاء الله يعني كده لغم مخالف ان شاء الله يعني تنزاح وان شاء الله وتعدي. ده يعني بعد ما هتعدي هتغلي ولا ايه؟ لا طبعا ده احنا هنرخص لهم تاني. طب خلينا نقول معانا اتصال. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بيك، اهلا بيك، منورين. وابو عبد الله منور، وحضرتك منوره، وانا سعيد ان انا معاكم النهارده والله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. محمد الدويني. طب ممكن محمد الدويني. استاذ محمد الدويني. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، منورنا بلد حوا. ده نورك يا استاذ محمد. على فكره هو دايما في تقدم يعني. ربنا يخليك يا استاذ محمد، حضرتك برضو منورنا. صاحب كفاح معايا عشان تبقى انت حضرتك عارفه برضو. ايوه صاحب كفاح معايا، وهو اللي بيطور
هو اللي دايما بيطور الشغل بتاعي برضه يعني استاذ محمد. يعني هو ابو عبد الله بيحب يبالغ شويه مدام هبه، فانا بس اللي انا عايز اقوله ابو عبد الله راجل محترم، راجل جميل، راجل خلوق، ودايما في تعامله مع الناس والناس بتحبه من اجل ان هو راجل بيحس بالناس قبل ما يكون تاجر او قبل ما يكون جزار او قبل ما يكون سميه زي ما تسميه، ولكن خلينا نكون مؤمنين بحاجه ان الراجل ده بيحب يقف جنب الناس، بيحب يساعد الناس. يعني في الفتره الاخيره لما بقينا مع بعض انا وابو عبد الله، وطبعا انت عارفه واخ ليا واخ عزيز كمان، ربنا يا رب يديم العشره ويديم المعروف يا رب. لما في الفتره الاخيره كنا نيجي نتكلم اقول له مثلا ده الدنيا واقفه شويه، ده الدنيا تعبانه شويه، الناس يقول لي نخفض الاسعار تاني. كنت اجي استغرب اقول له طيب ما هو المساله كده هتبقى صعبه، يقول لي لو هامش الربح حتى بس يغطي الناس اللي واقفه شغاله فانا مش زعلان، على الاقل في ناس بتشتغل، في ناس فاتحه بيوتها، في ناس كمان بتشتري منك باقل الاسعار واقل من بره. فلو حطيت مثال مثلا ان انا كنت اجي اكلمه مثلا اقول له انا في المقطم، انا ساكن في المقطم، اقول له انا في المقطم مثلا عندي البنيه 75، يقول لي لا هنخليه ب 60. يا جدع طب ازاي ده، يعني حتى الشيخ زايد حتى بيقولوا ان هي اغنيه، يقول لي لا احنا اهم حاجه عندنا ان الزبون يكون مبسوط ويكون مرضي، وحتى لو مش هاخد ربح خالص انا هبيع بالسعر الفلاني. ايوه فعلا، فدي من الحاجات الجميله والحاجات اللي الواحد فعلا محتاجها الفتره دي، ان احنا كنا محتاجين ان احنا نتكاتف مع بعض عشان نعدي الازمه. ايوه طبعا، ان احنا نبعد عن التجار اللي استغلوا الازمه، اللي بيسموهم تجار الازمه، اللي كانت علبه الماسكات مثلا ب 20 جنيه ولا 30 جنيه خلاها ب 200 جنيه و 300 جنيه. فالازمه اللي احنا فيها دي عملت زي فلتر، الفلتر ده طلع لنا الناس اللي فعلا ما تستحقش انها تكون والله العظيم في وسطينا ولا تستحق انها تكون. ايوه فعلا دي حقيقه، طلعت لنا الناس المحترمه اللي قدرت انها تقف جنبينا عشان نقدر ان احنا نعدي من الازمه دي. ان شاء الله هنعدي بكل الناس الجميله دي. مرحبا بجنات يا استاذ محمد، جنات يا استاذ محمد. جنات منوره الدنيا، جنات منوره الدنيا، وانا مبسوط كمان ان انا شايفها النهارده شيف جنات الجميله اللي انا كمان بخصوص يعني بمناسبه ان جنات موجوده النهارده ووشها الحلو ده، انا عايز اقول لكل عملاء ابو عبد الله الجزار ان كل المشاكل الفتره اللي فاتت اللي انا حصرتها كانت مشاكل النقل. يعني ايه النقل؟ يعني بيجي لي زباين كتير جدا من فيصل، من الهرم، من مصر الجديده، من مدينه نصر، من المعادي، كله بيجي يتكلم طب ليه انتوا ما عندكوش خدمه توصيل؟ طب انا عايز اجي لك، بس انا باجي لك بمشوار كبير. ايوه كل مره يا استاذ محمد برضو بنقوله الموضوع ده، بيقول هنأجل بنأجل. لا خلاص ان شاء الله عايزين نفتح بقى الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه بفضل الله دليفري ابو عبد الله الجزار مش هيبقى بس موتوسيكلات، لا كمان الحمد لله تم توفير عربيات هتبدا انها تتحرك من الشيخ زايد الى المعادي، تودي اوردرات الى المقطم، تودي اوردرات الى مصر الجديده، الى مدينه نصر، الى فيصل، الى الهرم، حدائق الاهرام، كل ما هو حولنا باذن الله كله هيستفاد وكله هيدوق من عروض ابو عبد الله الجزار. ان شاء الله ابو عبد الله الجزار الفتره الاخيره عمل عروض كبيره، نزلنا قدرنا ان احنا ننزل اللحمه. احنا كان في فترات كان يجي يوم يقول لي بقول لك ايه كيلو اللحمه قل ب 160 جنيه، مع ان هو بره اصلا ب 180 واكثر، يقول لي لا النهارده ب 120، خلي الناس كلها تدوق منتجاتك. احنا متابعين بقى الصفحه ما شاء الله، انتوا يعني بتعملوا عروض جميله جدا، ربنا يا رب يزيدكم يا رب. والله من هو والله هو انا عايز اقول لك هو يكاد يكون ما بينامش، يعني انا حتى لو اقعد معاه اقول له انت بتنام امتى؟ يعني انا عايز انام يا عم، انا عايز انام، عايز ارتاح. لا هو يكاد يكون ما بينامش، هو عايز 24 ساعه يطور، عايز 24 ساعه يفكر ازاي ان الناس تقدر انها تاخد انضف حاجه باقل سعر. فهماني حضرتك؟ أيوة السياسه دي سياسه ناجحه جدا، انا بالعكس انا يعني شايف انها سياسه محترمه جدا، ان انت تتعامل مع كل الناس وتبيع بكميات كبيره جدا وكل الفئات بهامش ربح قليل، بهامش ربح قليل، في نفس الوقت انك بتاخد احسن لحمه. يعني انا النهارده لما بكون بعمل ضجه لنفسي زي ما هو بيعمل دلوقتي، هو بيعمل الضجه دي بيدوق الناس كلها يعني ايه لحمه بلدي، يعني ايه انت تدوق فعلا لحمه طعمها حلو، يعني ايه تدوق لحمه بلدي بكل الاذواق. والناس تيجي النهارده تقول لك هو كيلو اللحمه بكام؟ معلش ما تزعليش مني، ما فيش حاجه اسمها كيلو اللحمه بكام، في حاجه اسمها القطعيه الفلانيه بكام. انا باكل احمر صافي ولا باكل لحمه ميكس ولا باكل لحمه ملبسه اكتر؟ ايوه كل هو ابو عبد الله بقى معودنا ومعرفنا كل الانواع وكل الحاجات، ونتمنى يا استاذ محمد ان انت تيجي تشرفنا برضو ببنات حواء. والله انا بتمنى باذن الله اكون معاكم الفتره اللي جايه ان شاء الله. اتمنى الناس تعرف كمان ان سجق رفع المناعه بفضل الله ابو عبد الله عامل عليه عروض، برج رفع المناعه ابو عبد الله عامل عليه عروض، كان حصر البنات حواء سجق رفع المناعه والهمبرجر رفع المناعه. ما ينامش يومين ويتصل بدكاتره ويتصل بمش عارف مين لحد ما جه قال لي بص الفيتامينز اللي ناقصه اهي في السوق وهي بتستخرج من 1 2 3 4 انا هجمعها كلها بكذا.
يا اخي طب نقعد طب نتكلم. قال لي لا هنعملها وهننفذها، وفعلا اتنفذت حاجه على ارقى مستوى. اللحم ما شاء الاحمر الله صافي خالص. قال لي الزنك ما ينفعش يبقى فيه لحمه سمينه، ولا ينفع يبقى اي حاجه، لازم احمر صافي خالص. حبه البركه، الجنزبيل اللي بيقوم بدور الشرطي في الجسم، اللي بيطرد الفيروسات وبيطرد البكتيريا من الجسم، كل الكلام ده تمت اضافته بنسب معينه عشان يبقى اجمل سجق فعلا في السوق، وكمان سجق اسمه رفع المناعه. نفس الشيء لو انا اتكلمت عن اولادي انا كشخص مثلا عندي اولاد او اولاد اختي او الكلام ده كله، يجي يقول لك انا عايز برجر، انا عايز اكل برجر، وانت عارفه طبعا اولادنا بيحبوا البرجر. ايوه طبعا، احنا لكن انا دايما لما في باجي بنات اجيب حابة بنقدم كل حاجه لست البيت ان هي تعملها في بيتها، وما شاء الله ابو عبد الله يعني بالظبط كان معانا حلقات وحلقات، وان شاء الله حضرتك برضو تنورنا في مرات حواء. وبنشكرك جدا يا استاذ محمد دويني. حبيبي يا استاذ محمد، شكرا جدا لحضرتك. طب استاذ معنا محمد قال كل حاجه على فكره، قال كل حاجه، قال كل وانت حاجه استاذ تقول ايه؟ محمد يعني قال كل حاجه لانه طب ناخد اتصال تاني معانا ام اسلام. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام هبه؟ اهلا عامل ايه؟ بحضرتك منورانا. منوره يا حبيبتي الدنيا كلها. تسلمي لي يا ربنا حبيبتي. يبارك لك ومنوره القناه، وابو عبد الله منور. تسلمي يا ست الكل. الحقيقه انا اول مره فعلا ان انا اشترك معاكي في البرنامج. ده شرف بس انا لينا. عايزه استفسر بقى، يعني وحضرتك بتتكلموا في الشيخ زايد واكتوبر، ويعني شبرا ملهاش نصيب ولا ايه؟ لا مش هتفتح شبرا ولا ايه يعني؟ لا ده عنينا، لازم تفتح في شبرا برضه. عنينا يعني ان شاء الله. بص انا عايزه اقول لك الصيدليات بتشطب علينا خالص، يعني خالص الادويه مشطبه على كله. معلش تابعي بس بنات حواء، وان شاء الله كل حاجه هنقدمها ان شاء الله يوم الثلاث هيبقى في توصيل لكل دخل كهرباء ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله لغايه بس ما نوصل، هو كل طبعا مصر نفسهم يبقى ابو عبد الله جنبهم. ده اولا ده شرف لينا، اولا ده شرف لينا والله. تواصلي طبعا على رقم تواصل لابو عبد الله، وان شاء الله باذن الله يوصل لك اوردر. شكرا ليكي جدا. نرجع تاني بقى لابو عبد الله وقلب ابو عبد الله. ايه الكلام الجميل ده؟ كل الناس هتبقى عايزاك جنبهم. ده من فضل ربنا علينا يعني، وان احنا بس عايزين يعني نقدم لهم حاجه يعني حاجه موثوق فيها، حاجه امنه في الاكل في الشرب، وبالذات في المصنعات، بالذات لان انت عارف المصنعات دي فيها مشاكل كتير، بالذات أيوة بالنسبه طبعاً. للاطفال كلهم بيطلبوا مصنعات من اماكن معينه، ما انتش عارف مكوناتها ايه، ما انتش عارف ايه اللي موجود فيها. فمن فضل ربنا الواحد بيحاول انه مثلا يديهم منتج صح، لحمه بلدي صح مع توابل معينه، ما فيش اي مكسبات طعم، ما فيش اي فول صيا، ما فيش اي حاجه ثانيه، واهم حاجه موثوق منها يعني من مكانها. معانا بقى جنات، ونتكلم مع جنات بقى شويه اللي منورانا على طول وعلى طول قدام. صح صح بقت نجمه خلاص. جنات معانا خلاص بقى كده خلاص يعني نجمه بنات حواء هي جنات. قولي لي الاول انت عندك كام سنه؟ انا عندي 11 سنه. 11 سنه في سنه كام كده؟ سنه خمسة. ولا ايه؟ خمسه. طيب نفسك بقى تطلعي ايه يعني؟ انت مع جزار وعايشه في بيت جزاره وشايفه اللحمه داخله خارجه خارجه داخله، ولا تخنتي ولا عملتي اي حاجه زي كده؟ ايه ما بتاكليش لحمه؟ لا باكل. ولا بابا ما بياكلكيش؟ لا طبعا بياكلني. طب نفسك تطلعي ايه بقى؟ دكتوره. دكتوره بس اكيد اكيد. طب قولي لنا بقى يعني بابا ابو عبد الله الجزار اللي كل الناس بتتكلم عليه وبتحبه، بابا ايه في البيت معاكي مع اجمل ورده في البيت؟ عادي زي كل الاب بيحب بنته، كمان انا الوحيده يعني لازم اتدلع فيهم. بتدلع؟ استغل الفرصه. انا الوحيده. استغل الفرصه. انا البنت الوحيده. فلازم ايه اتدلع بقى وايه ماشي الدور كله بقى بيدلع. يعني انت شايفه بابا كده حاجه كبيره كده يعني فخوره. انا لازم ابقى فخوره ببابا عشان الاباء بيشتغلوا بيتعبوا عشان احنا، فلازم نفتخر بيهم، ويا رب ربنا يخلي بابا ليا. حبيبتي ربنا يخليهم. انت بقى يعني انت عندك بتقول ثلاث ولاد غير جنات، نفسك بقى يبقوا برضو جزارين ولا هم برضو مش هيعيشوا في جلباب ابي؟ لا هم يعني هم بيتعلموا يعني. عندي عبد الله طبعا طالبنا جمهورك يعني، وكل اللي شايفنا يدعي له في ثالثه ثانوي وعامل ربنا يعني معايا يا رب.
عبد الله ده الكبير، وفي عبد الرحمن في ثانيه ثانوي برضه، وفي علي في سنه كام يا جنات؟ علي في ثانيه اعدادي. لكن مدخلهم في المجال برضه ان في المجال اه بيتعلموا في المجال اه بس انا طبعا يعني ما بضغطش عليهم قوي عشان برضه يعني بمعاه شهاده. لكن ميولهم الجزاره برضه، بيحبوا الجزاره بيحبوا الجزاره، بس انا يعني انا برضه حريص ان هم يعني يكملوا في التعليم والمحلات موجوده بس يكملوا في تعليمهم يعني. ربنا يخليهم. الله يخليك يا استاذ. قول لي بقى نروح لمنطقه تانية كده، كلنا بنشوف طبعا الافلام والدراما بتجسد لنا الجزار بشكل مختلف خالص، وكلنا عارفين ان الجزار هو ده اللي في التلفزيون. الجزار اللي هو حلاوه العنتبي. حلاوه العنتبي. ملك اللحمه. ملك اللحمه. هل هو فعلا الجزار هو اللي احنا بنشوفه؟ هقول لحضرتك على حاجه. في الوقت ده كان فعلا في جزارين كده بس في مناطق معينه. يعني كلمه يعني المحلات والدراما جسدتها بشكل معين. كانت في اماكن معينه كان فيها الجزارين كده. لكن هي جسدتها صح؟ جسدتها برضو صح يا ست الكل، بس يعني في مناطق معينه، يعني في مناطق معينه كان في مناطق شعبيه معينه بتلاقي الجزارين فيها بيتعاملوا بالطريقه اللي الدراما جسدتها. اما دلوقتي خلاص الدنيا اتغيرت، يعني الناس كلها اتطورت والناس كلها عرفت ازاي تخاطب الناس. يعني في فرق انك تتعاملي مع فئه معينه دلوقتي خلاص بسبب الرقي بتاع الناس والتعليم والثقافه، وكل الناس خلاص بدات تتعلم يعني ايه الماركات والهايبرات والحاجات دي، ان هم يخشوا يتعاملوا مع الناس باسلوب معين. فكل تقديم اللحمه نفسه برضه فدلوقتي فرق بقى، فكل جزار النهارده بيطور من نفسه. يعني ما عادش الجزار اللي هو البلدي البلدي غير برضه في مناطق معينه. اما الكل دلوقتي بيتجه للافرنج، لان النهارده الاعلام ورا الناس برضو يعني ثقافه معينه بالنسبه في الماركات والهايبرات والحاجات دي كده، ان هم يخشوها. فكل الجزارين بيحاولوا يقلدوا ان هم يطوروا من شغلهم بقى في عرض الثلاجات، مش اللحمه المتعلقه، مش اللحمه المتعلقه وكده، لا خلاص. ان النهارده وبقى في وعي كمان، وبقى في وعي ان انا ابقى شايفه اللحمه بالظبط كده، انا شايف اللحمه كويسه مش وفكر ان اللحمه كلمه اللحمه لسه سخنه وطازه وبتاع، لا خلاص الناس عرفت ان لازم اللحمه تاخد درجة تشميع معين، فلازم تخش تلاجات وتتشمع، مش ان انا اعلق لحمه طول اليوم في الجو مثلا ده الحر ده او بره كده. لا دلوقتي خلاص الناس اتطورت وعرفت ازاي تحط لحمه في تلاجات وازاي تشمع اللحمه. ففي تطور في المهنه يعني. لكن الناس هي يعني زي زمان كان دايما الطبليه او السفره، زي ما احنا تطور دلوقتي السفره، لكن الطبليه والقعده وست البيت كانت لازم اللحمه دي كل يوم. ما عادش والله يا استاذ. هو ده اللي انا عايز اعرفه. ما عادش يا استاذ. يعني بقى اللحمه دي لو ما كلناش لحمه وفراخ دي ما يبقاش احنا بناكل. النهارده الاسره بياكلوا حوالي اربع اصناف، كل بيبقى اسره وكل واحد بيطلب من مكان، بيطلب اكل معين من بره. وهي دي المصيبه يعني. يعني تبقى اسره كامله، يعني العادات والتقاليد بتاعت زمان دي بتاع الناس تتجمع دي، يعني انا ده من وجهه نظري اللي الواحد بيشوفه يعني في اماكن معينه، ان خلاص ما عادتش بقتش موجوده. يعني قصه ان التجمع والطبليه والسفره والكلام ده لا خلاص. ان انت بتلاقي اسره بتلاقي الاب بياكل اكل معين، وتلاقي الاطفال بتطلب من كل واحد بيطلب حاجه، بيطلب حاجه من مكان تاني، يعني ممكن يطلبوا من محلين في وقت واحد. طب قول لنا بقى، عايزين نرجع تاني نروح المحل بقى ونشوف العروض اللي انت مقدمها الاسبوع ده، عشان انت كل اسبوع بتقول لنا العروض اللي عندك. قول لنا بقى الاسبوع ده ايه عروضنا ايه الاسبوع ده. ان انا يعني انا دايما باجي بعد الساعه 6 كده، ده يعني قرار خدته كده عشان بس نظرا لظروف الجو في الحر وخلاص، وان بقى خلاص فك الحظر يعني في الدنيا. الناس بقى تطلع في الجو في الطراوة كده شويه. قررت ان انا احاول اجذب الناس ان انا بعد الساعه 6 الستة المغرب كده بعمل لهم عروض. انت عايز تعرف العروض اسعارها ايه؟ بقى انت الاسبوع ده تقول لنا عروض ولا مش هتقول لنا ولا عشان احنا قاعدين على الكنبه؟ ده ان شاء الله باليوم الثلاث ان شاء الله. يعني في تطور كتير ان شاء الله. يعني انا بعلوم البنيه الفراخ ب 55 جنيه بعد الساعه 6. احنا بس عايزين ننبه الناس يا جماعه ان ابو عبد الله جزاره وكمان دواجن. في دواجن عشان بس معلومه مهمه. باجي مثلا يعني انا امبارح بعد الساعة 5 كنت بايع اللحمة ب 120 جنيه. اللي هي ايه؟ نوعها ايه؟ اللحمة الموزة، كانت الموزة شريت لوحة كنت ب 120 جنيه بدل 160 جنيه و 140 جنيه. أحسن قطعة
احسن. انت معودنا ان هي احسن قطعه اللي هي الموزه، يعني احسن قطعه من الموزه وحاجات. انا حفظت اصلا حاجات كتير قوي. في الفليتو مثلا، ده يعتبر هو اعلى حاجه الفليتو طبعا. الاسكالوب طبعا، عرق التريبيانكو، الكولاطه بقى بالنسبه للخضار، الانتركوت. الانتركوت امبارح كنت عاملهم 130 جنيه. يعني الانتركوت اللي بيتباع بره 160 جنيه كده، والاسعار دي انا كنت عامله امبارح 130 جنيه. تمام. لكن انا سعر طبيعي حتى النهارده ببيعه برضه 140 جنيه. في الدواجن كنت ببيع لهم الفراخ ب 26 جنيه زي ما جايه بسعر بسعر البورصه بتاعتها. وعايزين نقول لبرضه الناس اللي هو السجق اللي احنا بدأناه كبدايه للسجق رفع المناعه والهمبرجر بكام؟ عشان كل ست البيت تروح تجري تجيب. السجق ورفع المناعه ده انا كنت ببيعه ب 150 جنيه. والله هو ده تكلفته، لان ده اصلا بعمله لحمه حمراء صافي زي حتى ما انا عامل محمد يعني زي بالذات ده، عشان برضو لما قلنا ماده الزنك بتطلع منين؟ من اللحوم الحمراء. فدي بنفرمها لحمه حمراء صافي، لحمه بلدي حمراء صافي، غير بقى التوابل بقى اللي احنا بنحطها فيها مثلا كحبه البركه والجنزبيل والكاري والكركم والثوم. كل الحاجات دي بتقوي المناعه وبترفع المناعه طبعا، زائد الفلفل والخضروات والفيتامينات دي كده. فاحنا بنحطها لهم دلوقتي في السجق وفي البرجر كمان. تمام. وعملنا لهم برضو عروض برضو عليهم، يعني عملنا لهم 130 جنيه يعني. لحمه يعني احمر صافي. كل اسبوع استنونا في بنات حواء هنقول لكم عروض ابو عبد الله الجزار، وكمان تابعوا ابو عبد الله الجزار على الصفحه. صفحه ابو عبد الله الجزار بالعربي كده. والارقام هتلاقوها على الشاشه برضو، وتابعوا كل العروض هتستفادي جدا جدا كل بنات حواء. استنونا مع ابو عبد الله الجزار المره الجايه ان شاء الله نعمل لك حاجه جديده. بشكرك ابو عبد الله. بشكرك يا جنات. وانا بس انا عايز انوه بس انا يعني مدينه الشيخ زايد مدينه جميله. يعني مدينه جميله بامنها بجهازها، فيها رئيس جهاز يعني اللي هو مصطفى فهمي ده، حد جميل، حد بيشتغل بينزل الشارع بنفسه بيدور برضه الاجراءات الاحترازيه بالنسبه للكورونا وكده. لا راجل ربنا يديله الصحه يعني بيشتغل بجد يعني، ربنا يديله الصحه. ماشي، شكرا جدا ليك يا ابو عبد الله. اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله مع ابو عبد الله الجزار. استنونا عشان نديكي حاجات احلى واحلى واحلى. مع السلامه.